محفوظ ومنحوس في رايي مش لعيب، هو الحد اللي كان مع اللعيب ده. هما اتنين، منحوس الاول هو رافينيا اللي كان مع رافينيا، لان رافينيا ضاع كره على خط الجون تقريبا جوه 6 ياردات، حطها في جسم شمايكل عشان يضيع فرصه هدف مؤكد بالنسبه له. هدفه المتوقع كانت 1.3 من 10، صنع 3 فرص وبالتالي كان مرشح ان هو يجيب نقط. المنحوس الثاني واللي ممكن تستغربه هو كوتينيو، ده جاب جون وعمل اسيست يا عم، بس لو شفت اللي عمله كوتينيو بعيد عن كده هتعرف ان انت مش محظوظ خالص ان انت ما تجيبش دبل النقط دي. كوتينيو ضيع كره في الست ياردات كان ممكن يسجل منها جون، ضيع انفراد صريح تماما بفورستر حارس ساوثامبتون، صنع كمان انفراد صريح لواتكنز وواتكنز ضيعه، بتكلم في جونين واسيست زياده على الجون والاسيست اللي هو طلع بيهم. مين محظوظ الجوله دي؟ اعتقد اي حد عنده مارتينيلي هو محظوظ جدا الجوله دي. مارتينيلي سجل جول ولكنه قدم مباراه سيئه في رايي اسود واتفورد، على الاقل بنص عين الفانتزي والخطوره على الجون وخرج بجون، فانت لو عندك فانت واحد محظوظ جدا.